الله جل في علا يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله جل في علا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأنذركم به ومن بلغ. ما شاء الله جل في علاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، وكلنا بإذن الله نؤمن بآيات الله عز وجل، والمشاهدين يشاهدون يؤمنون بآيات الله. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، عندما استمعوا إلى كلام الله عز وجل أصبحوا دعاء وأصبحوا يدعون الناس ويقولون: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات
ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. كنت أشعر أن هذه آية يعني تخاطبني أنا بسبب بعدي عن الله عز وجل، فلما اقتربنا من الله عز وجل، اقتربت من هذا القرآن، أصبحت حياتي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أو من كان ميتا، ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يذكرهم بماذا؟ أنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الله جل في علا يقول فلما نسوا ما ذكروا به، يقول ابن عباس في هذه الآية فلما أعرضوا عما ذكروا به، ذكر بالصلاة، ذكر بالإقبال على الله، ما تذكر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله عز وجل يقول إلا من تاب،
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. بل من كرم الله عز وجل يبدل السيئات إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.